قبل ما تحكم على CD جديد نازل على السوق، وخاصة إذا عم تسمع نوع موسيقى جديد، اسمعه على قليلة 3 مرات وقرر. بدنا مصلحتك. آخر محطة مع الشيف شادي ورشة ملح. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم للفقرة المفصلة اليوم، بس مفصلة على صغير. على صغير. أول شيء صباح الخير لك. صباح النور. لأنه 13 دقيقة سريعين رح يكونوا، هيك رح نفسر فيهم كثير من الأشياء اللي حضرناها اليوم. صح، يلا. أنا اليوم اللغة تبعيتي فرنسوية بامتياز. بامتياز. عجبك مع فرنسوية بامتياز. اصطفي. يلا. رح بلش. كيف بيقولوا أنا بالفرنسية؟ موا. جو. جي في. أو جي إيه. أو جي مش جي. إيه جي. جي يعني امبارح. جي إيه. امبارح؟ امبارح؟ انه ايه جاي بالباسي. طيب بالباسي. جاي بالباسي. لك على سيرة كمان الاشخاص الكبار مثل ما قلتي قبل شوي صغيري، يلي بيعملوا مقابلات او بتحكي معهم بالمحلات ولا كلمة عربي. ايه في كثير. اوكي، وانا كوني ضليع باللغات الاجنبية بكون رايح اشتري سكربيني بشتري صباط. مثلا. هلا ما بفهم بعدين شو عم تبيعني. على كل حال لا عم نمزح اكيد، مرحب فيكم بعيد بعيد ما جرجس. اوكي الجميع، وبكره كمان رح تكون حلقة حلوة، اليوم العالم كله مفرسي كمان قاعدين بالبيوت، فتحية لكل المعلمين والتلاميذ، وبكره كمان في عنا كمان عيد والعالم كلهم كمان معطلين، وراح نكون نحن كمان على الهواء اذا الله اراد. ان شاء الله. بالفرن شو في عنا؟ عنا وصفة كثير حلوة، هن هالرقاقات يا سلام الحلوين. اللي عملتون بطريقه جميله، او هالبوريك. ايه؟ هالبوريك المعمول بعجينه الرقاقات، فينا نعمله اكيد بعجينه السمبوسك وعجينه الفطاير، بس نبعد عن العجائن اللي بتحتوي على خميره وبيكنج باودر، لانه لازم تقرقش معنا. صح، يعني تقرقش بدها تكون عباره عن طحين او سميد او غيرها كمان من شو بدي اقول لك، من الحبوب المطحونه خلينا نقول، بس من دون اضافه لا بيكنج باودر لا صوديوم بيكربونات ولا خميره. اوكي، معي ولا مش معي؟ معك. هلا هون شو حشيتها؟ حشيناها حشوه كثير حلوه هالرقاقات، جينا حطينا بقلبها. هلا هي بالفرن. صح. هلا بدنا نقليها. يلا. بدك نقلي بعدين نشرح؟ اللي بدك اياه. بشرح ولا بقلي؟ اشرح ولا بدك؟ لا لا لا، خلينا نروح على القلي. طيب انا عندي هون الزيت لازم يكون حامي، اسمع عليك يا شادي، ما فيك تقلي بالزيت البارد. اوكي اكيد. طلعوا كيف هول الرقاقات اللي عملناهم المحشيين، نفس الحشوه اللي نحن كمان حاشينه قبل، كيف عملناهم هلا كمان بنشوف حبه حبتين كيف، ما راح نكتر منهم لانه الزيت قليل او الطنجره زغروره. نرجع شوي وبنقول بطاطا مسلوقه. بعد ما نسلقها بنجي بنقطعها، بقدونس مفروم، دجاج مسلوق مع ملح وفلفل، وخلطنا معهم موتزاريلا. خلطة جديدة. عم تتعجب يا مدام يمكن، او عم يتعجب ولا عم يقولوا ها شو عامل هذا الزلمه؟ ما هيك؟ طيب. ودائما افكار جديدة. نرجع نعيد. يلا ها هلا بيمرقوا. بتطلع اطيب رقاقات واطيب بوراك بالعالم، انا بتحدى لانه كثير بتعطي طعمه طيبه البطاطا المسلوقه مع الجبنه. ما تتصورها طعمه الكروكيت، صح فيها دجاج، شيل الدجاج اذا ما بدك، حطي محله سمك او قريدس او شو ما بدك كمان، بتطلع معك وصفه بتطوش بتعقد. برجع بعيد، بطاطا مسلوقه، دجاج مسلوق، بقدونس مفروم، ملح وفلفل، وضفنا موتزاريلا. اوكي جريت. عظيم. يلا يا شيف شادي لهون. يلا ها هون عم ينقليو، هلا بنفرجيهم كمان للمشاهدين. هون شويناهم، حطينا شرائح طلع عليهم هيك من الرقاقات من خارج الصينيه، عكس بعضهم حطيناهم، حطينا بالنص هالخلطه كلها سوا من البطاطا والدجاج، موتزاريلا يا شيف شادي، بقدونس مفروم كمان، غطينا دهنا بصفار البيض وصار جيزي. وهي النتيجه. اي ان اي دو، حتى لو سخنه يا بيي شو سخنه، مبهدل حالك على اوبا. عظيم. ها بتعقد، صار بتقطع البوراك، ما في مشكله، في يتقطع هو سخن وفي يتقطع هو بارد، لانه ما بيحتوي على ليكويد بقلبه. ايه سو ما في سائل، ما في بيض، ما في كريمه، سو نحن ما عندنا مشكله نقطعه هو وكمان سخن. اوكي حسنا. اوكي يا شادي، هون هلا نجي لهون، اول شيء بنشعل تحت الكاسترول الثاني، بدنا نعمل صلصه كثير حلوه للسمكه اللي نحن شويناها. صح. طيب ليك شو عندي هون بسرعه يا شيف شادي. واحد. هاي السمكه، سمكه مشويه فيلي، عصير حامض زيت زيتون ملح وفلفل. هاي فيلي عصير حامض زيت زيتون ملح وفلفل. هلا مش ضروري تحطون هيك وهيك مثل ما انا عم بعمل. بس انه يعني هذا هو حريه الخيار. المنتج اللي عندنا رح نسخن لها شوي صغيره، ورح نحضر لها هلا كمان الصوص. الصوص تبعيتها اللي هي تتالف من زيت زيتون، نعم،
عم تحترقوا انتو؟ لا منيح ماشي حالكم، يعني جاي لعندكم شوي. ايه ماشي بسرعة. بصل وثوم. اوكي. حبق مفروم. رجع على القافية. برافو عليك. بصل وثوم. إذا كان بقدونس ما بيمشي الحال. لا. لا بيمشي بحال بقدونس بس ما لازم يكون مفروم. بدك تقول مفروم البقدونس بده يصير. عصير حامض. ايه. وجبنة كمان البارميجان اللي عنا إياها أو البارميزون المبروشة. اوكي. هيدي هي الصلصة يلي بدنا نحطها مع أكيد شوي صغيرة من الكريم فريش. تعمل صلصة وبنحطها على السمكات. برافو. ايه. بتعقد بتجنن. يلا. وين المرقط؟ هون. هون. وين ال شو بسموها هون؟ نصفاية. نصفاية هون. اوكي. ومبقيش ليكي شو حلوين. اه عظيمين. وهو بيعقدوا. إذا بتحبي الأشياء كلها الموجودة بقلب هالخلطة حرام عليكي ما تدوقيها. ما تدوقي وحدة بس تبرد شوي. إيه. لأنه كتير سخنة. أكيد. وراح كفي كمان قلي الباقيين بسرعة. والمشاهدين عم بيشوفوا بقلب هال أو على الغاز صنوبر مقلي. معلش اليوم الكرم زايد. ايه ايه. بقلي الصنوبر. فالصنوبر المقلي الموجود هلا هون على النار هو تنزين فيه السمكه فوق الصلصه اللي بتتالف من يلا يا شبشاني هون يلا واحد بصل وثوم. بصل وثوم. واو هيدي كمان هالهش اللي بتعملها كمان. ايه. هالزيت الحلوه طلعوا كيف حبيت الموضوع يا شبشاني بهالطريقه يلا 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 هون بعد شوي صغير حبق مفروم حبق نروح على شوي صغيرة مع عصير الحامض الفريش والجبنة والجبنة والبانا أو الكريم فريش. أوكي. بعتقد الصلصة هالصلصة اللي بنعملها ممكن تكون محل الحبق. بعتقد لا مش بعتقد بعتقد إنه أكيد. ايه. بتكون ولا أطيب من هيك إذا بنستعمل البيستو كمان الصوص البيستو مع الكريم فريش ومتلقى فوق السمكة كما إنه فينا هالبصل والثوم والحبقات رح نحط شوي صغيرة منهم هلا ها طلعي كيف شوي صغيرة بس من البارميجانو ريجانو بنروح يوين كريم هون صار كريم يلا يا شيف شادي بنحط وبس تغلي شوي صغيرة هلا بنزيد لها شوي صغيرة من عصير الحامض الحبق الباقيين البارميزون الباقيين ويلا على السمكة او بنحط السمكة بقلب صينية والصوص عليها وبنزينها بالسنوبر المقلي حبينا الموضوع؟ عظيم ماذا يوجد جنب يدك؟ يديك مزبوط يديك ما برافو بتقولي. يديك يديك ما هيك كثير يدي شو بتقول لك مزبوط يديك يديك الشمال الشمال في 100 لوم 100 لوم اوكي يلا عقد بتجنن جينا قطعناها بطريقه حلوه عملنا امبارح كمان الباربيكيو صوص الباربيكيو صوص اللي حضرتي انا شيف شادي زيتوني نعم العظيم نعم الكبير يا لطيف شو اسمه يا لطيف بلش بالقواس ايه بلش هون قواس سامر طيب شو بنعمل في وقع انا وقع. عملت انا الباربيكيو صوص هيك نعم. وتعلموها المشاهدين وصاروا كمان المشاهدين يشوفوا حالهم على جيرانهم ايه. مثل ما انا بشوف حالي على جيراني يلا حبيت الموضوع طلعي شو بعمل طلعي شو بعمل شوي صغيره هيك بس شو بعمل رح بس اعطيهم نتفه صغيره من الحرارة نعم حرارة يعني بنحطهم شوي صغيرة بالفرن وين بدي احطهم بدي اقدمهم هون طلعي وين؟ 1 2 3 فوقها الروكا والمشرومز وكمان او الشامبينيون والبارميزان صحيح اما اللي على الشمال نعم هي نفس الشيء اللي على اليمين الاثنين على شمالي بس الوحده كمان على اليمين والشمال أوكي. هون شو جينا عملنا روكا بتعقد بتجنن مزينه بالحامض الشامبينيون على وجهها البارميزون كمان داير مداره مثل ما شايفي وشرائح كمان الفطر الحلوين وهلا الشيف شادي هون بيجي على الصلصه اللي هي بتتالف من كمان وعم نكتب كمان الوصفه من الخردل انا مستعمل اليوم الديجون اوكي قصدي الانسيان المحبحه بتعرفي في حب الخردل بقلبه عصير حامض زيت زيتون وملح وفلفل اوكي معي ولا مش معي؟ معك يلا يا شيف شادي هون بقدم كمان الصلصه وبيجي هيك بسرعه طلعي هون يا شيف شادي واو وهون الصوص اكيد الصوص كان بالبراد لازم نحطها بالبراد شوي صغير للصوص حتى بس 10 دقائق بس مشان بس نحطها على السلاد تكون بارده اوكي هيك كمان بيساعد السلاد انه كمان ما شو بدي اقول لك ما يتغير شكلها ورقه الروكا بتضل هيك واقفه بسرعه صح. اوكي يلا واحد متعقد بتجنن يا شيف شادي بهالطريقه هون تنجي على الاقات من جديد منشيلهم أنا تروى سكرنا اجي لهون هيك واو كمان هون وحده فتحت معنا يا سلام ما طلعت عليها ابدا طلعي شو حلوين
شوي اه ايه ماشي الحال. حلو بتعرف هلا بعلمكم اياها بعد شوي، بعلمكم كيف تفتح معنا بهيك الزيت. شفتوا أوكي. كيف واحد بيستفيد من كل شيء. بسرعة اللي بدي اعمله هلا رح كمان ناخذ فكره عن حبي وحده من الرقاقات كيف بنعملها. رح ناخذ هون هيك وحده يا شيف شادي. اوكي نجي لهون. كل العالم اكيد بيعرفوا هذا الموضوع من دون اي مشكله. لكن شو حلو، اول شيء بدي يكون عندي شوي صغيره او من صفار البيض او بياض البيض المخفوق مرات او النشا مع المي مثل ما شايفه هون. باخذ نطفه صغيره انا من هالخلطه. ايه طلعي شو حلوه هالبطاطا مع الدجاج. واو سكرهم يا شيف شادي بهالطريقه هيك. سكر نبرم هون بقلي دو وهون دو هيك واحد اثنين ثلاثه ونجيب شوي صغيره انا هون من النشا وبنبرم كمان عليها سكرنا وصارت جاهزه. اوكي يعني شغله كمان ولا هي من هيك وبنعملهم كلهم هيك. كما فينا نعمل مثل ما شايفه هون كمان الشكل الجميل اللي رح نحطه كمان هون على يلا للتقديم. واو بتعقد بتجنن. اما الرقاقات اللي رح نعمله هو التالي رح نجيب هون وبنجي ليكوا شو حلوين هالرقاقات بعقدوا اللي فيهم هالدجاج مع البطاطا. واو هيدي كمان هون حلوه هيك تكون هيدي الديزاين تبعهم حتى لو ايدي ليكوا شو حلوين. واو يا شادي اوكي جريت. هلا اللي بدي اعمله هو نضيف البارميجانو ريجانو على الصلصه. نضيف كمان هالحبق اللي باقي. بحط نتفه صغيره من الملح، نتفه صغيره كمان من الفلفل. حركنا يا سلام. بدك تحط كريم بعد شادي ولا خلاص؟ بتعقد بتجنن. انا بس بدي فرجيه للمشاهدين انه انا فيني شيل هيك. طلع كيف السمكه بتعقد. بنحط هون بنجيب صينيه جميله الشكل حمراء الجانبين. اخترنا فرنساوي ولا مكسيكي اليوم شو عم تحكي؟ يلا واحد اثنين ثلاثة يا شيف منشيلها بهالطريقة. اوه شو حلوة هيك عظيمة. بتعقد وبناخد ما حتزيد كريم زيادة خلص. لا انا فيني احط لا ما راح ازيد بقى كريم. انا شفتها انه از اوكي. راح فرجيهم للمشاهدين كيف الصلصة هلا بننزلها على السمكة. طلعي فيها. ايه يلا كيف عم نشوف. طلعي فيها عم تفرج. اوكي عم شوف انا. ليكي شو حلوة. اوه عظيمة. ليكي الصوص شو حلوة هون. فنحط شوي صغيرة كمان اون سايد. بتعقد مع البصل بقلبها. فيها كمان يتخلى من الزنجبيل بطريقه مميزه مع السنوبر على وجهها. وما تقولوا لي انه منا فكره جميله جدا تنقدمها لاصدقائنا وزوارنا. اوه عظيمه. معي ولا مش معي؟ عظيمه. يلا يا شيف شادي لهون. هلا واحد اثنين ثلاثه. قد ايه معنا وقت بعد؟ قد ايه بعد معنا؟ واو دقيقتين ونص. يلا ها. امبارح الشيف شادي جاب 750 جرام من اللحم المفروم الهبره الناعمه. فيني اسال سؤال؟ اوكي. ليه بتحكي عن حالك بصفه الغائب؟ كانك عم تحكي عن الشيف شادي. انا دائما غايب. ما بعرف هيك تعودت غلط قولك؟ غير؟ غير رمضان؟ بتقول نفس الحكي. اوكي اللي رح اعمله هلا ليك كيف؟ يعقد بجنين انه بدي اخذ هاللحمه بهالطريقه الحلوه وبلش هيك صفن على الركة. واو هال 500 برجر بتعرفي؟ برجر بس بس برجر؟ بس مستطيلين. اوكي كيف؟ يعني امبارح عملنا فيهم كمان لانه هي نفس خلطه البرجر نوعا ما اللي زدنا لها هي خلطه الخردل مع الكاتشب مع السكر الاسمر وحطينا على وجهها ودخلناها على الفرن. عطتنا طعمه جميله جدا جدا جدا. وهيدي كمان بيستعملوا هيدي الخلطه لجوانح الدجاج كثير بس بدهم يعملوهم كمان مقليين او مشويين بطريقه جميله وبعدين بيرصفوهم معهم طريقه كمان كثير حلوه. طلعي هلا هون وهيدي كمان فيها اوكي يلا باخر دقيقه على الهواء. هون كمان هون على الراس بهالطريقه هيك وبنقول ألف صحتين. طلع ايه كمان هالصلصة الباربيكيو على وجهها اتعلمناها امبارح. ايه ده حلقة كتير جميلة من السلعات للرقاقات لكمان هالميت لوف اللي عملناهم كمان امبارح لهالسمكة كمان مع الحبق الحلوة ومع كمان البصل والثوم والسنوبر. وعندنا كمان يا شكله شو حلو. ايه شكلهم حلو. لقائي بكره معكم في حلقة بعد أجمل من اليوم. ينعاد على الجميع بالصحة والعافيه. شكرا كثير شيف اكيد مودعكم بقيه نهار حلو وين ما كنتوا عم بتقضوا. انتبهوا على حالكم وانتبهوا على الطرقات. نحن مودعكم وبنشوفكم بكره. باي.
keeping it on till the day stays strong. Rolling till the nighttime blazes on. All along, I keep singing my song. I say, this phase is always. Sometimes I get so crazed, but just know that I always stay. Cause you're my light through the haze. It's time for a champion to the soul of the land. Bend the heart from the sea and sand till the sun comes up again. For a champion to the soul of the land. Bend the heart from the sea and sand till the sun comes up again. For the sky, keep your eye on the prize. Forever in my mind, be my golden sunshine. It's waiting in your mind, so push them clouds aside. Forever by my side.